السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا محاضرة الفيرال هيومن ديزيز للمرحلة الأولى، مادة البايو النظري، قسم تقنيات المختبرات الطبية، كلية المصطفى، الجامعة. اليوم محاضرتنا عن الأمراض اللي ممكن أن تسببها الفيروسات للإنسان. أول جهاز يجي يخطر على بالنا ممكن أن يسببنا إلى إصابات فيروسية هو الجهاز التنفسي. Respiratory viral disease can contagious and commonly affected the upper or lower parts of the respiratory tract. الإصابات الفيروسية للجهاز التنفسي ممكن أن يصيب الجزء العلوي أو الجزء السفلي من القناة التنفسية أو من الجهاز التنفسي. Common symptoms of respiratory viral disease include شنو الأعراض الشائعة اللي تصاحب الإصابات الفيروسية للجهاز التنفسي؟ runny or stuffy noise، الانسداد أو سيلان الأنف، coughing or sneezing، العطاس والسعال أو السعال، fever، ارتفاع درجات الحرارة، و body aches، ألم في الجسم. examples أو أمثلة على respiratory disease، طبعا أول ما يجي ببالنا هو الفلو أكيد، الانفلونزا، common cold، نزلة البرد، respiratory syncytial virus infection، الفيروسات المخلوية التنفسية اللي هي RSV، ها طبعا ممكن يسبب لنا عدوى في الرئتين في المسار التنفسي وشائعة عند الأطفال، الأدينوفيروس infection، عدوى الفيروس الغدي، البارانفلونزا فيروس infection، severe acute respiratory syndrome اللي هو مرض السارس أو اللي انتشر بي أو بدأ ظهوره في الصين عام 2002 وأيضا سبب مشكلة للعالم في وقتها، لكن الحمد لله انحسر وتم السيطرة عليه. الكورونا فيروس ديزيز 2019 أكيد ظهر في 2019 وأيضا ظهر في الصين اللي هو COVID-19 واللي احنا حاليا نعيش يعني مساوئ أو مشاكل أو تقييد بالحركة أو توقف للعالم أجمع كله بسبب هذا الفيروس. ربي يشافينا ويشافيكم ويشافي الناس كلها اللي موجودة على الكرة الأرضية، لأن كلها حاليا في حالة انهيار اقتصادي وصحي وكل المجالات. المهم زين، شلون ممكن انه ينتقل هذا الفيروس؟ transmission respiratory virus are spread by droplets generated through coughing or sneezing. اذا ممكن ان ينتقل عن طريق الدروبلتس، القطيرات المشتقة من السعال او العطاس. اثناء السعال والعطاس حتظهر القطيرات تكون محملة بالفيروس. if someone with viral illness coughs or sneezes nearby and you inhale this droplets you may develop the diseases. إذا أحد عطس أو سعل وأنت بالقرب من عنده واستنشقت هذا الرذاذ اللي ظهر، طبعا يكون هو عادة غير مرئي أو غير محسوس من العطس أو السعال، حتنصاب بالمرض. These viruses can also spread through contaminated objects. ممكن أيضا أن ينتقل عن طريق الأشياء الملوثة such as doorknobs، المقابض الأبواب، table tops، الأسطح الطاولات، and personal items، والأشياء الشخصية. If you touch one of these objects and then touch your nose or eyes, you could develop disease. إذا لزمت هذه الأشياء الملوثة ولزمت العين أو الأنف، ممكن أنه تنصاب بأحد الفيروسات الجهاز التنفسي. ايضا نوع ثاني من الفيروسات ممكن ان يصيب لنا القناة الهضمية، الجاسترو انتستينال فايرال ديزيز، افكت يور دايجستيف تراكت، ممكن ان تأثر على قناتك الهضمية. The viruses that cause them are contagious and usually lead to a condition called gastroenteritis. التهاب القناة الهضمية. Common symptoms of gastrointestinal viral disease include شنو الأعراض الشائعة أو المصاحبة للgastrointestinal viral disease، للإصابة الفيروسية للجهاز الهضمي؟ الأبدومينال كرامبس،
تشنجات البطن، دياريا، اسهال، فومتنج، تقيؤ. هاي الاشياء الشائعه للاصابه بالفيروسات المعويه. examples او امثله عليها هو neuroviruses infection و rotaviruses infection. transmission، شلون ممكن تنتقل هذه الفيروسات؟ انا من دا اقول معوي فاني اتوقع انه gastrointestinal virus وين حيكون موجود؟ بالستول. viruses are shed in stool during bowel movement. اذا انا هنا حيطرح الفيروس مع الستول. food or water that's been contaminated by feces، الاكل الماء الملوث بالفيسس can spread the viruses to other and can also get the viruses from sharing utensils or personal objects with someone who has a viruses. حتنتقل عن طريق الماء الملوث، الاكل الملوث، وايضا عن طريق مشاركه الـ 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 الاشياء الشخصيه مع شخص ثاني تكون ممكن ملوثه بهذا الفيروس. الاكزانثاميتياس فيرال ديزيز، خلي ممكن نسميها اللي ممكن ان يسبب لنا هذه الفيروسات الاصابه بالسكن بالجلد. فالاكزانثاميشياس فيروس، الاكزانثاميشياس فيروس كان كوز سكن راش، ممكن ان يسبب لي احمرار او طفح جلدي. Many of them cause additional symptoms as well as many of the viruses in this category such as measles viruses are highly contagious. الفيروسات اللي محطوطة تحت هذا البند خلينا نقول مثل عندنا الحصبة ممكن انه تكون سرعة العدوى بها تكون جدا عالية. خلنا ناخذ امثله على الاكزانثاميشياس فيرال ديزيز. المسلز، الحصبه، روبيلا، الحصبه الالمانيه، تشيكن بوكس، الجدري الماء، وروزيولا، الحمى الورديه. ترانسميشن، many exanthemiaceous virus are spread through the respiratory droplets from the cough or sneeze of the someone within viruses. إذن ممكن أن تنتقل عن طريق أيضا قطيرات السعال أو العطاس. Other exanthemiaceous viral disease such as chicken pox and can be transmitted by coming into contact with the fluid in the broken skin lesion. ممكن أنه أيضا تنتقل عن طريق السوائل او عن طريق الافرازات اللي تطلع من الليجن او التقرحات اللي موجوده ممكن انه تنقل لي العدوى ايضا مثل جدري الماء او تشيكن بوكس. نجي على النوع الاخر او العضو الاخر اللي ممكن ان ينضرب به الفيروسات وسبب لي امراضين الانسان اللي هو الهيباتيك فيرال ديزيز، امراض الفيروسيه الكبديه. The hepatic viral disease cause inflammation of the liver known as viral hepatitis. تدعى بالالتهاب الكبد الفيروسي. Examples عليها أمثلة عندنا hepatitis A, hepatitis B و hepatitis C. الهيباتيتس A ممكن شلون ينتقل؟ is a presence in the faces of the infected persons and is most often transmitted through the consumption of contaminated water or food. Certain sex particles can also separate HIV. العلاقات الجنسية ممكن أنه تنقل لي ال HIV أيضا. إذا هنا الأي ممكن أن ينتقل أما عن طريق الخروج أو ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية، هاي وحدة. نجي على البي، البي ممكن أن ينتقل عن طريق البلد الملوث، الانفكتد بلد، السمن، السائل المنوي، and other blood fluid، سواء الجسم الأخرى ممكن أن تنقل لي التهاب الكبد الفيروسي نوع بي.
أيضا البي ممكن أن ينتقل عن طريق المذرز تو انفانتس ات ذا تايم اوف ذا بيرث، عن طريق الأم إلى ابنها، الأم الحامل إلى ابنها أثناء الولادة. Transmission may occur through transfusion of HPV contaminated of blood to blood and blood products، الأشياء الملوثة بدم ملوث. Contaminated injection during medical procedures أو عن طريق الأشياء الطبية والاستخدامات الطبية مثل السرنجة، النيدلز، هي اللي ممكن أنه تنقل لي دم ملوث إلى patient آخر. And through injection drug use أو عن طريق تعاطي المخدرات. أيضا الهيباتيتس بي also poses a risk healthcare workers who sustain accidental needle stick in injuries while caring for infected HPV patients. هنا طبعا هاي السطرين تهمك أنت كتقني مختبري أن تحافظ على نفسك أثناء أخذ العينة من المريض، حتى لأن أنت أول الناس اللي ممكن أن تنصاب بهذا المرض، فلازم أنه نأخذ احتياطاتنا عند سحب الدم. الهيباتيتس سي is mostly transmitted through the exposure to infected blood، أيضا عن طريق الدم الملوث. They happen through the transfusions of HCV contaminated blood and blood products، أيضا عن طريق الأدوات الملوثة بالدم. Contaminated injection during medical procedures، عن طريق الأشياء الطبية أيضا ملوثة بدم ملوث. Also and often and through injection drug use، أيضا عند تعاطي المخدرات. Sexual transmission is also possible، أيضا ممكن أن ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية محتمل، but is much less common، لكن هذه تكون أقل شيوعا. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وأتمنى أن تكونون بصحة وعافية، ونتواصل إن شاء الله بمحاضرات قادمة. شكرا جزيلا.